استاذ يعني في خلال السنه العقود الاخيره يعني كان المغرب تيصدر الحبوب تيصدر الذره تيصدر الفواكه الخضار وهذا جاء المخطط الخضر يعني باش يزيد الوتيره تاع التصدير تاع المواد ولكن الملاحظه ان في ظل المخطط الخضر ولينا حنا تنستوردوا هاد الحبوب تنستوردوا الخضار يعني شنو في الكيل الخلل بالضبط اولا ما كنظنش بان المخطط الخضر الاهداف ديالو هو انه يوفر ولا يضمن الامن الغذائي ديال المغرب لكن عنده اهداف اخرى اللي الى شفتي يعني التركيبه ديالو فهو جا باش اولا كتعرف ان المخطط الاخضر مبني على دعامتين يعني الدعامه الاولى هي الفلاحة اللي بغينا نقولوا العائلية أو لا هما كتسماش الفلاحة العائلية كتسمى بالفرنسية لاغريكولتور سوليدار اللي تضامنية وكاين الشق الآخر اللي هو الفلاحة يعني العصرية اللي الغرض منها هو الإنتاج والإنتاجية واللي هي منتجها للتصدير فإذا المسألة ديال توفير الأمن الغذائي أو لا يعني أن تكثيف الإنتاج من هذه الناحية لا أعتقد ولا خص بالنسبة للحبوب لا أعتقد أنه كانت الهدف ديالو الأول فلهذا أظن أن كانت عنده أهداف أخرى طبيعة الحال مسألة الأمن الغذائي كانوا كينظروا لها بشكل آخر وهو أن بما أننا غادي يعني غادي غادي اون فا ديفلوبي غادي ننمي واحد الفلاحه اللي غادي تبدا تصدر هذا يعني ان غادي يكون عندنا موارد ماليه مهمه من ناحيه العمله الصعبه وديك الساعه غادي نتجهوا للاسواق باش نشريو كل ما اللي خصنا من من من, من هذه المواد اللي ما عندناش بدا انه اللي تبين هو انه اذا حدث طارئ يعني في السوق العالميه ديال هذه المواد فاذا كان تتوقع عندنا ازمه وربما ما نكونوش عندنا المواد كيف حنا باغينهم فهنا كاين اطروحات اللي متباينه فكاين اللي كيقول لك ان من الافضل اننا نوفر حنا الامن الغذائي ديالنا يعني بالفلاحه ديالنا وكاين اللي كيقول لك اننا يمكننا نديروا فلاحه تصديريه ومن خلالها نتجهوا للسوق ونشريوا كل ما هو خاصنا هذا هو الاشكال الازمه العالميه اللي تحل خاصه مع حرب اوكرانيا روسيا بينات بان كاين واحد المشكل على مستوى الامن الغذائي على مستوى المغرب دابا مع ارتفاع الاسعار اي ازمه اي حاجه تقول لك حكاره المواد الاساسيه راه تجي من الخارج يعني احنا وصلنا اننا ما كاينش الامن الغذائي ما موفرش عندنا في المغرب فهذا كيعطي قوه للاطروحه اللي كتقول ان خاصنا نوفروا الامن الغذائي ديالنا حنايا فهمتي هذا كيعطيهم يعني الا بغيتي نقولوا ان يعني ان الحاله اللي عشناها ماشي غير اوكرانيا حتى لا كريز ديال 2008 يعني كانت حتى هي كانت واحد كان انذار اول اللي كيقول بان عندك راه خاصكم يعني لان المشكل هو ان المسائل يعني المواد الغذائيه يعني بما فيها الحبوب الى اخره ان اصبحت سلع وان دخلت لواحد المارشي ويعني دخلت لواحد البورصه فاذا ولا فيها نوع من المضاربه ما بقاتش واحد الحاجه هي هالمسائل اللي كتبنى عليها الامن الغذائي ديال الناس بحال الماء وبحال الاشياء بحال هكذا ان ما خصهاش في الحقيقه ان ما خصهاش تكون كسلع تدخل فيها المضاربات ويدخل فيها الربح لدرجه ان اللي كيتلحد انا غنقولها في المداخله ديالي ان العالم ينتج ما يكفي للبشريه كلها ولكن المشكل هو ان تقريبا 30% ديال هذا الشيء ما ينتج كيمشي ضايع يعني فهذا كيوريك بان ربما في المصلحه الناس اللي كيبيعوا ويشريوا انهم يلوحوا السلع وما يديروهاش في السوق بثمن بخس